قصرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية وتتابعون فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يدافع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بمجال الطاقة ويؤكد عدم التنازل عن حقوق بلاده في التنقيب قبالة جزيرة كريت اليونانية. رسمياً المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعين إبراهيم تراوري رئيساً للبلاد وقائداً للجيش وسط تعهدات بالالتزامات الدولية خاصة خطة إكواس للعودة إلى المسار الدستوري في البلاد. المجموعة السياسية الأوروبية تعقد أولى اجتماعاتها في العاصمة التشيكية براغ لبحث سبل الاستجابة لتداعيات الحرب في أوكرانيا، وروسيا تتعهد باسترجاع الأراضي التي استعادتها أوكرانيا. بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين جديدين وتحمل سيول وواشنطن مسؤول جهة التصعيد. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بمجال الطاقة مبنية على اتفاقيات سابقة ولا تهم بلاده مواقف الدول التي عارضتها. أدبيبة لفت إلى أن بلاده ستواصل استكشاف النفط في مياهها الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن اليونان بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت وأن بلاده لن تسمح بالتنازل عن حقها في التنقيب. لا تهمني رأيها ولا شو يقولوا في هذه الاتفاقية ولا في غيرها. هكذا رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة على دول أبدت اعتراضا صريحا على مذكرة التفاهم الموقعة قبل أيام بين طرابلس وأنقرة. حكومة الوحدة الوطنية الليبية دافعت عن الاتفاق البحري المبدئي الموقع مع السلطات التركية في مجال الطاقة متجاهلة مواقف الدول المعارضة للاتفاق. بصراحة في دول عارضت هذه الاتفاقية، أنا والله ما تهمني حاجة، هنقول لكم، هذه الدول لا تهمني رأيها ولا شو يقولوا في هذه الاتفاقية ولا في غيرها، أنا يهمني أبناء هذا الوطن إن هم يفهموا ماذا يفعل عبد الحميد ولا ماذا تفعل هذه الحكومة. عبد الحميد الدبيبة قال إن حكومته ستوقع مذكرات تفاهم عديدة لاستكشاف إنتاج وتسويق البترول والغاز في الأراضي والمياه الإقليمية الليبية. هنديروا اتفاقيات كثيرة مع كل الدول للتعاون معنا في استكشاف وإنتاج وبيع الغاز الليبي في الأراضي الليبية الإقليمية اللي ما فيش حتى واحد نزعنا عليها وكل واحد راه يدافع عليها أرضه. ردا على السلطات اليونانية أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن بلاده لن تتنازل عن حقها في التنقيب قبالة جزيرة كريت وقد تلجأ إلى التحكيم الدولي مع أثينا. المسافة اللي بيننا احنا وبين جزيرة كريت لابد هم يجوا عند القضاء والقضاء العالمي والمحاكم الدولية ويحلوا عمان المشكلة، وكان هذه المشكلة ما زالت قائمة وحنطلب حقنا ولن نتنازل عليه في كريت. على أن اكتشاف مخزونات طاقة جديدة في ليبيا في السياق الدولي الحالي من شأنه برأي متابعين أن يزيد من حجم التدخلات الإقليمية والأجنبية، خاصة مع تعثر جهود توحيد المؤسسات الليبية وفشل مساعي تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. عين المجلس العسكري في بوركينا فاسو رسميا إبراهيم تراوري رئيسا للبلاد وقائدا للجيش. وقال بيان رسمي تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري إن تراوري هو الضامن لاستمرار الدولة واستقرارها، فيما تعهد الرئيس البوركينابي الجديد بالتزام بلاده بالعودة إلى المسار الديمقراطي. إبراهيم تراوري رئيسا وقائدا للجيش في بوركينا فاسو، هذا ما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري عبر التلفزيون الرسمي. بيان الجيش أشار إلى أن تراوري سيكون الضامن للاستقلال الوطني واستمرارية الدولة،
في أعقاب الإطاحة برئيس المجلس العسكري الحاكم بول هنري داميبا الذي قاد البلاد منذ الانقلاب الذي وقع بداية العام الجاري. إن رئيس الحركة الوطنية للحماية والاستعادة هو الضامن للاستقلال الوطني وسلامة أراضي الدولة واستمراريتها واحترام المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها بوركينا فاسو، كما يضمن المبادئ التوجيهية العامة لسياسة الدولة عبر سلطة تنظيمية يمكنها التشريع عن طريق المراسيم. تراوري تعهد في أول تواصل للسلطة الانتقالية الجديدة في بوركينا فاسو مع إكواس باحترام بلاده للتسوية القائمة التي تم الاتفاق عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهر جويلية الماضي، تمهيدا للعودة إلى النظام الدستوري في غضون 24 شهرا، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك متعهداً بوفاء بلاده بكل التزاماتها الدولية سيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان. السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو أعلنت إغلاق القنصلية العامة ووقف جميع الخدمات حتى إشعار آخر على خلفية موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي وصلت إلى مقرها في العاصمة واغادوغو عقب الإطاحة بداميبا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الموريتانية نواكشوط المحلل السياسي والباحث في شؤون الأفريقية ومنطقة الساحل علي أحمد سالم، أهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية، كيف تقرأ المشهد البوركينابي الجديد بعد تعيين إبراهيم تراوري رسميا رئيسا للبلاد وكذا قائدا للجيش؟ هو جاء تراوري إلى السلطة في ظروف استثنائية وحساسة تعيشها بوركينا فاسو. بوركينا فاسو فقدت نسبة 40% من أراضيها لصالح الجماعات الإرهابية، كما أن التزامن الانقلابي جاء أيضا مع تصاعد الدور الروسي في المنطقة. زيد على ذلك على أن الاحتجاجات أمام السفارة الفرنسية لم تكن بريئة، إذ نظمت هذه التظاهرة مجموعة تطلق على نفسها حركة بوركينا روسيا، وتم اقتداء القمصان التي تحمل العلم الروسي والعلم البوركينابي. أيضا هنالك الترحيب الذي لاقه هذا الانقلاب من قبل طباخ بوتن كما يسمى، وهو مؤسس جماعة فاغنر الروسية. عموما الأسباب التي يقول تراوري على أنه جاء لحكم البلاد من أجلها هي نفس الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق كابوري. أتوقع على أن يلتزم كما قال تراوري لمجموعة السدايا خلال الاجتماع الذي خصه بها أن يلتزم الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق. نعم، بالحديث عن هذا علي أحمد سالم، ماذا عن تجسيد تراوري لتعهداته خصوصا ما تعلق بالانتقال الديمقراطي وأيضا حقوق الإنسان، خاصة بنظر إلى تعهدات متراكمة أطلقها سلفه داميبا؟ هو عموما الاتفاق الذي تم بموجبه استقالة دامبيا كان هنالك تدخل من رجال الدين ومن حقوقيين والسياسيين ورجال المؤثرين في بوركينا فاسو، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على مباركتهم للانقلاب العسكري الذي حدث والذي بموجبه استقال الرئيس السابق. تراوري معروف على أنه شخص انطوائي وشخص كتوم كما يقول عنه أصحابه، إلا أنه يعتبر أول مسلم يحكم بوركينا فاسو. هذا سيعزز كذلك من ارتباط الدولة ببعض الاتفاقيات الأخرى التي ستصب في مصلحة هذا المنحة. تراوري قال أنه جاء منقذا للبلاد من الهجمات الإرهابية التي تحدث، بالتالي توقع أن يكون الالتزام الذي قدمه المجلس العسكري الحاكم رغم أنهم لم يغيروا الاسم برئاسة دامبيا سابقا، وهو تسليم السلطة في 24 من يوليو من سنة 2024، أن يبقى هذا الالتزام كذلك. ضيف أيضا على أن تراوري قال خلال اجتماع مع بعض المقربين والداعمين لانقلابه على أنه سيتم اختيار رئيس انتقالي لتسيير المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو قبل نهاية هذه السنة. طيب، عبر سكايب من العاصمة الموريتانية نواكشوط المحلل السياسي والباحث في الشؤون الأفريقية ومنطقة الساحل علي أحمد سالم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.
أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو الأربعاء سعي بلاده إلى تطوير العلاقات التاريخية التي تجمعها بالجزائر، مشددا على أهمية الاعتماد على البلدان الصديقة والمستقرة التي تربط البرتغال بها علاقة ثقة في ظل الظروف الدولية الراهنة. وفق تعبيره جاء ذلك عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أكد له اهتمام بلاده وحرصه على دعوته لزيارة البرتغال في غضون سنة 2023. تشرفت باستقبالي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث نقلت له التحيات الخالصة لرئيس البرتغال. أكدت له اهتمامنا وحرصنا لدعوته لزيارة البرتغال في غضون 2023. ستكون هذه الزيارة بمثابة فرصة لتعزيز علاقات الصداقة وتتمين العلاقات القوية بين بلدينا. إننا نعيش في مرحلة يسودها عدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وفي مثل هذه الظروف من المهم أن نعول على بلدان صديقة مستقرة التي تربطنا بها علاقات ثقة. تربطنا بالجزائر علاقات تاريخية ونطمح لتطويرها في المستقبل. زيارتي هذه التي تعد كأول زيارة بصفتي وزيرا للخارجية هي زيارة صداقة نطمح من خلالها لتعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدينا. كان لي الشرف أنني التقيت مع نظير الجزائري الذي يعد صديقا للبرتغال، وكان لي الشرف أيضا أنني أطلعت السيد الرئيس أن وزير الخارجية البرتغالي هو أيضا صديق للجزائر. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية، وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي. جاء ذلك في الفترة 83 لآخر تقرير لغوتيريش حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن، حيث رحب فيه بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الاتفاق. يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد عقدت مطلع شهر سبتمبر الفارط اجتماعها السادس رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرح. هجم حزب الشعب الإسباني وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بسبب ما وصفه بعدم كفاءة الوزير في إدارة العلاقة المهمة مع الجزائر وحلحلة الأزمة معها والتي أثرت بشكل مباشر على الشعب الإسباني. على كتف مخلوع أسند جنبه، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يواجه انتقادات لاذعة من قبل حزب الشعب الإسباني الذي وصف الوزير بعديم الكفاءة في إدارته للعلاقة مع الجزائر، مشيرا إلى تستره بتعزيزها مع المغرب كدفاع له عن النفس. الإعلام الإسباني يصوب أقلامه نحو الهجوم الذي شنته الطبقة السياسية في مدريد على ألباريس، حيث انتقدت النائب عن حزب الشعب فالنتينا مارتينيز فيرو وزير الخارجية الإسباني خلال جلسة برلمانية مخصصة لمساءلة الحكومة، واعتبرته غير قادر على إيجاد حل لوقف انهيار العلاقات مع الجزائر في خضم أكبر أزمة للطاقة. فالنتينا لم تكتفي بهذا القدر، بل ذهبت في هجومها على الدبلوماسي لاتهامه بانعدام كفاءته التي أثرت مباشرة على حياة الإسبانيين. في المقابل دافع ألباريس عن سياسته الخارجية وعلاقته مع المغرب، مستعرضاً مجالات التعاون التي ضمت فتح الحدود والتجارة ومراقبة الهجرة. إلا الطاقة طبعاً، فكان دفء الإسباني أولى أولويات السياسيين هناك، لكن حسابات أخرى لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز حالت دون ذلك. أزمة كلفت مدريد الكثير، وعلى قدر هذه الكلفة توالت الهجومات والانتقادات لمفتعل الأزمات والعاجز تجاهها،
فمنذ مارس الماضي سحبت الجزائر سفيرها من إسبانيا تعبيراً عن رفضها دعم سانشيز لخطط المخزن الاستعمارية، كما أنتجت الأزمة مع مدريد اختيار الجزائر بدقة حلفائها الاستراتيجيين في ضفة المتوسط، وهو ما جعل الضغوط تتزايد على المسؤولين الإسبان بشكل صار فيه سانشيز ووزيره ألباريز أسوأ الدبلوماسيين الحاليين على الأقل في عين الشعب الإسباني. يعقد قادة 44 دولة الخميس في العاصمة التشيكية براغ اجتماعاً هو الأول في إطار المجموعة السياسية الأوروبية، ومن المنتظر أن يقيم القادة المشاركون في جلسات مثل السلام والأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد مستقبل أوروبا. الاجتماع يأتي في وقت تحصي الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، فيما تواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة. هنا بقصر براغ الشهير وداخل قاعة فلاديسلاف الأكبر فيه، تلتئم المجموعة السياسية الأوروبية لأول مرة لتبصر النور فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي طرحها في خطاب ألقاه بالبرلمان الأوروبي شهر ماي الماضي. وتولد بنية أوروبية جديدة تضم 44 بلداً يشكلون كافة بلدان القارة الأوروبية باستثناء روسيا وبيلاروسيا. تنظر أوكرانيا ومولدافيا وتركيا وصربيا وغيرها من الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعين الريبة للمجموعة السياسية الجديدة، وتعتبر أنها تهدف لإيجاد بديل أوروبي عن الانضمام إلى الاتحاد، إلا أن باريس تنفي ذلك وتؤكد أن العمل المشترك بين الدول الأوروبية خارج الاتحاد مع أعضاء النادي الأوروبي من شأنه تسهيل الانضمام اللاحق وليس الحلول محلها. القمة التي تأتي في وقت لا تزال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متواصلة تعقب ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، كما تتزامن مع زيادة حدة التوتر بين الغرب وموسكو على خلفية السخاء الغربي في إمداد كييف بالأسلحة. أما محاورها فاثنان، أحدهما يخص الأمن والسلام، تتصدره مناقشة الملف الأوكراني وتبعاته وأمن أوروبا وصيغة المحافظة عليها وما يعتبره بعض الأعضاء تهديداً روسياً لأمنهم مثل السويد وفنلندا ودول البلطيق وبولندا. أما المحور الآخر فالطاقة والبيئة والاقتصاد، إذ ينتظر أن يكون التعاون بشأن الطاقة بين دول المجموعة أحد المواضيع الرئيسة التي ستتم مناقشتها نظراً للصعوبات التي يعانيها الأوروبيون لتوفير حاجتهم من الغاز والنفط بسبب الحرب الأوكرانية وتبعاتها. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة منظمة الدول الأمريكية المجتمعين في الدورة 52 بالعاصمة البيروفية ليما، دعا إلى وقف التعامل مع روسيا وتسليط عقوبات عليها لدفعها إلى وقف عملياتها الخاصة بالأراضي الأوكرانية المستمرة منذ شهر فبراير الماضي. نحن نفعل كل شيء لوضع حد للقائمة الطويلة للضحايا الأوكرانيين في الحرب التي تشنها روسيا ضدنا، ولهذا نحن بحاجة إلى دعمكم لإعادة السلام بسرعة لشعبنا. يرجى تجنب ربط شركاتكم ودولكم بهؤلاء الأفراد والكيانات القانونية في روسيا والتي من خلالها تمارس حربها ضد أوكرانيا. ندعم العقوبات ضد روسيا وكذا الحد من عملياتكم التجارية معها. تعهد الكريملين باستعادة جميع الأراضي التي فقدت القوات الروسية السيطرة عليها في المناطق التي ضمتها روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا. في السياق أكدت القوات الروسية أنها أعادت ترتيب صفوف قواتها وتعزيز خطوطها الدفاعية في بلدة ليمان بمقاطعة دونيسك. إلى تصعيد أكبر تسير الحرب في أوكرانيا، فأمام التقدم المتواصل الذي تحرزه القوات الأوكرانية في شرق البلاد وجنوبها تمضي التحركات العسكرية الروسية قدما. موسكو تؤكد أنها تعمل على إعادة ترتيب صفوف قواتها وتعزيز خطوطها الدفاعية في بلدة ليمان التي استعادها الأوكرانيون مؤخرا على نحو مثل انكسارا عسكريا لموسكو وفق خبراء. ورغم ذلك ينفي الكريملين أن يؤثر الأمر على خطط روسيا بشأن عملياتها العسكرية،
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعهد بأن تسترجع القوات الروسية المناطق التي استعادتها كييف مؤخرا، معتبرا المناطق المنضمة إلى الاتحاد الفيدرالي روسية للأبد. بيسكوف وفي اتهام صريح لواشنطن بالضلوع في حرب أوكرانيا قال إن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة المنظومة الأمريكية هاي مارس على توجيه ضربات لأهداف بجزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني بدء ما سماها معركة تحرير لوغانسك حاشدا قواته باتجاه المقاطعة. الحاكم هناك قال إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير نحو 8 مناطق سكنية داخل الحدود الإدارية لمقاطعة لوغانسك. وبالانتقال إلى جبهة أخرى، قال المتحدث باسم الهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر شتوبون إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في معارك ضد القوات الأوكرانية للسيطرة على شمال خيرسون. تطورات تأتي وسط تأكيدات من كييف بأن الأهداف الروسية على الأراضي التي تصفها بالمحتلة هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار الحرب الدفاعية. ارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق نار داخل مركز لرعاية الأطفال شمال البلاد إلى 31، بينهم 22 طفلاً حسب ما نقلته رويترز عن الناطق باسم الشرطة التايلاندية أشايون كرايثونغ الخميس. وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت في وقت سابق بأن منفذ الهجوم على مركز الحضانة قتل زوجته وابنه ثم انتحر. لقي 15 شخصا على الأقل مسرعهم وفقد آخرون إثر غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان. وحسب ما أعلنه خفر السواحل اليوناني الخميس، فقد غرق زورق يحمل نحو 40 شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة. وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، فيما تجري عمليات لمساعدة 3 آخرين. وقبل ساعات تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصا بالقرب من جزيرة سيتيرا. أطلقت كوريا الشمالية صباح الخميس صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر، وأكدت أن تجاربها الصاروخية هي الإجراء المناسب للرد على التصعيد المتمثل في نظرها بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين في وقت اجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر فيبدا ليوم الثالث على التوالي في طبعته 14 برياض الفتح بأعالي العاصمة الجزائرية، طبعة تحمل شعار لنرسم تراثنا. بالنشيد الوطني الجزائري وقوة مدلولاته ومعانيه، دشنت وفود الثقافة من 10 دول أجنبية افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للشريط المرسوم فيبدا في طبعته 14 برياض الفتح أعالي العاصمة الجزائر. فيبدا هذه المرة وتحت شعار لنرسم تراثنا احتفى بالياباني كضيف شرف مع استضافة عديد الأسماء اللامعة في الفن التاسع وبالأخص التي تعنى بالمونغا اليابانية في أحدى أكبر تظاهرات ثقافية إبداعية للفن لفن الشريط المرسوم. تتخللها نشاطات بيداغوجية، ندوات وورشات لمشاهدة الشريط المرسوم بتقنية الفيديو ثلاثي الأبعاد. اليابان الآن ضيف شرف فيبدا،
لقد قمنا بدعوة 4 أساتذة يابانيين وسيعقدون مؤتمرات حول الرسوم المتحركة اليابانية، كما أحضرنا موسيقيين أحدهما يعزف على الجيتار الياباني التقليدي وفنانة عازفة على الفلوت. أنا الآن أرتدي كيمونو الزي التقليدي الياباني. هو مهرجان يجمع الأسر الجزائرية والناس مهتمون جدا لمهرجان فيبدا، وهذا شرف لي أن أزوره. مهرجان فيبدا للشريط المرسوم فتح يومه الثاني أمام الزوار الذين قصد عديد منهم جناح الكوسبلاي للتنكر بأزياء شخصيات الكوميك، والبعض الآخر اهتم بمعرض القصص المصورة وألعاب الفيديو التي تناولت التظاهرة الرياضية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. المهرجان الدولي للشريط المرسوم في بدا متواصل على مدار 5 أيام، الفرصة ثمينة في رحاب الفن الرسمي ومونغا كيتو ليجمع بين الخيال والواقع وبين الأصالة والمعاصرة. ختام نشرة المنتصف، تبقى صفحات القناة في خدمتكم دائما. إلى اللقاء.